ايه؟ بتقولي ايه؟ زي ما سمعت كده يا سبعي، ولا انت ايه؟ البرشام خلاك خلاص اتنجيت زي ما لحس لك حاجات تانية. انا مش مصدق مراتي اشجان قدامي وبتقول الكلام ده. لا صدق يا روحي، وبقولها لك للمرة المليون، طلقني ولا تحب اغنيها لك؟ طلقني طلقني طلقني، سمعت ولا سمعك كمان؟ كل ده يعني عشان ما بشتغلش؟ بكره خف وانزل اشتغل واكسب اكتر من الاول. يخرب بيتك، ضحكتني يا راجل وانا جايه اتطلق. ويا ترى بقى الفلوس اللي انت هتجيبها دي يا معدول، هتصرفها على البيت ولا هتصرفها على نفوخك؟ معلش يا اشجان، اوعدك اني هبطل البرشام، بس عشان خاطري ما تسيبنيش، ده انا بحبك. ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ كان فيه وخلص، كليت القطة، بعدين اخد منك انت وقت؟ ما تقوم تمطر حالك كده وتبص بصة في المراية، شوف منظرك عامل ازاي وانا عاملة ازاي. انا مش عارف ايه اللي غيرك فجأة كده. لا مش فجأة يا سيدي الرجالة، ده من زمان، علشان انا ياما شلت وسكت وكتمت ولساني اتدلدل. انا خلاص خلصت، انا عايزه اخلف. ايوه، ما انا رحت للدكتور واداني علاج امشي عليه، وهنعمل تحاليل تاني، وصدقيني العلاج هيجيب نتيجه والتحليل هيجي منها فايده. تحاليل؟ شلها تحاليل على التحاليل، موت يا حمار. اذا كان يا موكوس ما حصلش قبل كده، هيحصل دلوقتي؟ بقولك ايه، لخص الموضوع ده وهات نهايته، طلعني بالسكات يا ابن الناس، بدل ورحمة أمي اللي خليك تتزف في الحارة دي بسجاط. أنا بكبر ومش هستنى العمر قدامي يعدي كده وهو بيطلع لي لساني، ولو ما خلفتش دلوقتي أنا مش هعرف أخلف بعدين، وأنا مش هستناك، وطلقني بالسكات أحسن لك. كده برضو يا أشجان تهون عليك العشرة؟ دي العشرة ما تهونش برضو. لا تهون، عشان كانت عشرة منيلة ومعفنة ومهببة. أفتكر لك إيه يا بصلة وأنت كل قطمة فيكي بدمعة؟ بقول لك يا راجل، انت خلص في الموضوع ده احسن لك واحسن لي، خليني ماشي اصيله للاخر. هتطلق امتى؟ ما ترد. بقول لك يا حميد، ما تتجوزني، اتجوزني على جوزي والنبي، انا موافقه. لا يا شوشو، انا ما اخش على ضر ابدا يا اختي. ايوه. بقول لك ايه، ما تلف لنا بقى سجاره عشان نحبس. جرى ايه يا حماده؟ نحبس ايه؟ احنا كنا بناكل ماما. ماما ده احلى ماما، ده لسه واكل بطه بحالها. امشي يا قليل ادب. انت بتبلبع ايه؟ يخرب بيتك، انت بتضرب برشام مع حشيش؟ يا دي النيل عليك يا شوشو. مش لازم نحتفل يا شوشو، ده لسه دلوقتي هطلع زيت الشمبانيا من اللي بتفرقع دي واغرق لك الاوضه دي. على عيني، بس اعمل ايه؟ الموكوس في البيت عارف ان انا نازله اقابل ناس قرايبي، ما ينفعش اتاخر. بقولك يا شوشو، ولو جوزك عارف انك بتجيلي هنا هيعمل ايه؟ هيجي معايا طبعا، اصله بيموت في الشمبانيا، لو جه هيقعد بقى ويقعد يحتفل معانا كده. ده طلع توتي خالص، خسرتك يا شوشو. حظي منيل. بقولك ايه، ما تبوظناش دماغنا، انا عامله لك هديه كده. يا عيني، سيجاره جاهزه وملفوفه. مزاجك. خد بالك، انا بقيت بجيب لك هدايا اكتر ما ببيع لك، كده سمعتي تتضرب في السوق. ويا ست وحشه نبقى خالصين. شريط البرشام. لا يا عينيا، ماليش في الكيمياء. مالكيش في الكيمياء؟ إيه، كله احياء بس. اعمل ليه تخصص؟ يا مذاكره. وكل يوم على كده حماده، كل يوم منهم مشاكل ومن امه مشاكل، ام دي اصلها عامله زي الحيه، تلدع كده وتجري، عامله زي ماري منيب بس على رفيع سيكه كده ورجليها مقوسه، شكلها غريب. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وانا اللي فاكره اني كنت هتنيل ارتاح، مش كنت اتجوزتني وخلصنا؟ مش انا بكلمك حماده؟ حماده انت سقطت يا حماده، انت ايدك ساقعه كده ليه؟ يا نهار اسود حماده، حماده انت مت. حمادة، طيب حمادة.
غصبان عليكم اللي بحبهم بيمشوا. انا بنت خلاص حبيتك، كنتش عايزه اسيبك يا حماده. والنبي قوم قوم يا حماده، قوم عشان خاطري، قوم بقى. الو، السلام عليكم. اكلم فرج لو سمحت. فرج درمغه مش موجود؟ طب هيجي امتى؟ ده انا بقالي كام يوم بسال عليه. لا بتزعق ليه؟ ايه ايه؟ طب بقول لك ايه بقى، لما يجي اقول له الو الو. ويا ولاد الكلاب يا شلة نصابين، انا هوريكم كل واحدة فيكم بقى تشوف شغلها. ما تعصبونيش، انا مش فاهمة ايه الدلع ده. 100 مرة اقول نفس الملحوظة. بقولك ايه منك ليها، اللي مش هتشوف شغلها عدل خلاص تاخد بعضها وتتفضل تتوكل على الله وتشوف لها مكان تاني تشتغل فيه. مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا نادية. اسمعي انتي، اللبس اللي في الفاترينا ده شيليه وحطي لي مكانه الشتوي، واذا كان مش عاجبك يا حبيبتي تاخدي بعضك وتمشي تشوفي لك مكان تاني تشتغلي فيه. مفهوم؟ ناس ما بتجيش غير بالسك. واللي جاي يقولك سوري؟ نعم. طب قولي مساء الخير الاول. مساء النور بيبي. عم سوري، انا كنت شارب وسكران وبعمل حاجات غريبه مش فاكر اي حاجه خالص من اللي انا عملتها. وبعدين ما تحاسبنيش وانا سكران، اكيد مش فاكر اي حاجه. تقدري تحاسبيني دلوقتي؟ انا دلوقتي قدامك فايق، حاسبيني براحتك. وحاسبك ليه؟ هو انا بيني وبينك حاجه عشان احاسبك لا مؤاخذه؟ طب اقول لك على حاجه، فاشن شو بتاعنا مكسر الدنيا، كل الماجازينز بتاعت الموضه واكبر مجله موضه بتاعت فاشن بتتكلم علينا. عايز اقول لك كمان اللي في ناس عايزه تعمل لنا انترفيو في التلفزيون. ما تحاولش، انسى خلاص بقى علشان خاطري. وبعدين بقى انا جاي اكلمك في حاجه تانية خالص، انا جاي النهارده اعزمك على العشاء. طبعا علشان خاطرنا. طب ممكن وعليها بوسه؟ امي نفسك. لو عايزاني ابطل بجد يبقى توافقي النهارده بالليل نتعشى مع بعض بدل ما اخطفك. اخطفني؟ انت شاطر قوي يا اخويا وبتعرف تخطف. تحب تشوفي؟ لم نفسك، لم نفسك، احنا في محل قدام الناس، يلا امشي.